شنت مقاتلات التحالف 10 غارات على منطقة المحاقرة في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، كما استهدفت بغارات أخرى معسكر العرقوب في خولان الطيال. مقاتلات التحالف شنت أيضا عدة غارات على مواقع وآليات لميليشيات الحوثي في مديرية مكيراس ومعسكر لواء 26 في السوادية بالبيضاء، وشنت سلسلة غارات على مواقع للحوثيين في مديرية بيحان بشبوة، ودمرت دوريتين للمسلحين الحوثيين ما أدى إلى مقتل 6 منهم وإصابة آخرين. وفي محافظة الجوف قصف الطيران تجمعات للحوثيين في الحزم مركز المحافظة وفي مديرية متون، وتأتي الغارات في ظل وجود استعدادات مكثفة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتطهير المحافظة من ميليشيات الحوثي. أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة أن مشاركة القوات البرية السودانية مع قوات التحالف في اليمن تأتي في إطار التزام بلاده بمواثيق وقرارات الجامعة العربية لإعادة الشرعية في اليمن، موضحا أنه سيتم دعم القوات التي وصلت أمس إلى عدن بقوات أخرى حسب مقتضيات الموقف على مسرح العمليات. هذا وذكرت مصادر إعلامية سودانية أن 6000 جنديا من قوات الصاعقة السودانية تستعد للسفر إلى اليمن للانضمام إلى قوات التحالف العربي لدعم الشرعية. وكانت قوة سودانية مكونة من 100 جنود وصلت يوم أمس إلى ميناء عدن بكامل آلياتها العسكرية، وبدأت بالانتشار في المدينة للمشاركة في حفظ الأمن فيها. قال ياسين مكاوي مستشار رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إن الرئاسة اليمنية ترحب بكل الجهود الدولية لإحلال السلام والأمن في اليمن شريطة التزام الحوثيين بالقرارات الدولية. وأوضح مكاوي في تصريح صحفي أن الحكومة لن تذهب إلى مؤتمر جنيف 2 من دون ضمانات لتنفيذ القرار 2216. أدى منصر صالح القعيطي اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بمناسبة تعيينه وزيرا للمالية.